رجعنا في حلقة جديدة من سلسلة بيننا وبينكم. خلونا نبدأ. طبعا عشان تعرفون شو المشكلة، احنا الحين في فترة الموسميات، لدينا بعض المانجات ممكن تصير موسمية قريبا، فاحنا في فترة الموسميات صارت موسمية خلصت الحمد لله. فعندنا صراع صراحة، انمي طويل لكنه مليء بالفلر، انمي طويل يوقف ويرجع يوقف ويرجع، انمي طويل لكنه مليء بالتمطيط، وعندنا الموسميات زي اتاك اون تايتن سنة وسنة واحيانا بغيب عنك ثلاثة اربع سنين مثل ما يسوي ناناتسو نو تايزاي وما الى ذلك. شنو الافضل باستمرار فن الانمي؟ وشنه الأسوأ؟ ولا هل كلها خيارات جيدة؟ هذا السؤال، ونبغى كل واحد فيكم يعلق لي على النقطة. هل أنت تشوفها كلها خيارات جيدة يا ماجد؟ أي طبعاً، الهدف منها تجاري بسبب شرح أكثر من مرة من قبل، لأن المانجاكا الكاتب وقع عقد مع المجلة ومو مسموح له يتعدل القصة المانجا، مو مسموح له تتعدل أنمي. أنا وجهة نظري الشخصية أفضل إنك تكون مستمر مع تمطيط لسبب واحد بس، عزيز ما أنسى القصة، والتمطيط لازم يكون كوميدي مش أي تمطيط. يعني بلاك كلوفر وون بيس حاليا أشوف من أفضل اثنين. إبراهيم، تفضل أنمي يكون موسمي مع توقفاته بس يريحك من الفلا والتمطيط، ولا تبيه مستمر؟ أنا وجهة نظري في هذا الموضوع صراحة لا، أشوف الموسمي أفضل وأجمل بالنسبة لي، حتى لو إنه يوقف مو بسنة، أربع سنوات مثل الخطايا السبع في الأخير يجي يعطيني شيء كذا، حماس ورا حماس ورا حماس، إثارة ورا إثارة، أفضل بكثير إنه يكون يعطيني تمطيط، يعني شيء يقتل لي القصة. هذا وجهة نظر الشخصية. هذا وجهة نظرك، بس أنا أشوف إن عانينا إحنا يا ماجد من الموضوع هذا، إنك ترجع تشوف الأنمي وزحمة وتنسى. فأنا أشوف إن إحنا عانينا فيها والله يا إبراهيم. أنا وجهة نظرك حلوة. وجهة نظرك، أنا أشوف وجهة نظري صراحة ما عندي مشكلة إني أرجع أشوف القصة مرة واثنين ثلاثة قبل أن يبدأ الأنمي، ولا أقعد أتمطط مع أنمي، ولا خصوصا اللي يجيب لك فيلر بعد، هذا أعظم من التمطيط. يعني هذا بعد مستوى مرة يعني أنا كرهت ناروتو وكرهت بليتش بسبب هذا الشيء، الفيلر اللي جاي فيهم قتلني بكل ما تعني كلمة، معنى قتلني. يعني إن كنت تمطيط أهون شوي نعم، بس الفيلر خصوصا قصوا في نص الحدث. يعني الحد عندنا تصويتين ضد الفيلر وداهم. شو اللي انت تفضله من الخيارات هذه؟ انه يكون موسمي بس يريحك من الفيلر والتمطيط، معنا في بعض الموسميات سوت حركة غبية ودخلت فيلر وتمطيط، والله. او انه يكون مستمر بس فيلر وتمطيط، الله يكون في عون. هي نسبة وتناسب، بس بالنسبة لي انا اشوف ان المستمر افضل. مثل ون بيس، هو اللي مستمر وعايشين مع الاجواء، عايشين مع الاركات، عايشين مع الشخصيات، لكن ايش المشكلة؟ التمطيط اللي يجي من الاستديو ما له اي فايدة. هذا احد النقاط اللي انا ما احبها او تكرهني في الانمي. عندك ناروتو عاد قتلني. قتلني يعني ناروتو الجزء الثاني كان عباره عن 500 حلقه، الجزء الاول كان عسل. اي لا، الجزء الثاني مثال ناروتو شيبودن كان 220 حلقه. اي هذا الاساسيه بس 220 حلقه، مع الاستديو خلاه 500 حلقه. ذي صدق لعبوا باعصابنا. فانا افضل الاثنين، لكن الطويل المستمر هذا اللي يعني اشوف انه بالنسبه لي افضل. باقي انت يا محمد، ما اسمع لرايك. انا اشوف المستمر افضل، سواء بتجيب لي تمطيط او بتجيب لي فيلر، زي ما قال عبد الرحمن نسبه وتناسب. اختار شيء كوميدي، اختار شيء من ضمن القصه، مثل مثلا كاتب ناوتو لما جاب لي روايه ايتاتشي، جاب لي روايه ناسك الطوق السته، جاب ابي شيب شيء فيلر مقبول جدا. انا الكاتب هو اللي مسويه. عرس ناوتو، روايه شيكاماو، يعني هذه روايات جميله صراحه، مو بتقتني بفيلر ينسي الناس. يعني لو اكلم واحد عن حشره يطودون حشره صدون قطوه. في ناس تكلمهم عن ناوتو يقول لك من بدا الفيلر ما كملته، وفي تمطيط يقتل. يعني في ناس واجد اسهم انمي ون بيس عندها في الحضيض بسبب انواع من التمطيط السيئه، معناته كنت تقدر تستخدمها يعني تطول القتال شويه. يعني يقتلك اكثر شيء المشاهد اللي يجيك واقفه كذا ويعيد يزيد نفس الشيء. هذا يركضون. يعني مثلا بيج مام يتقلبت في اخر الحلقات. طق طق طق. اوكي درتها تقلبت. بس في وجهه نظري يعني في الاخير انا كشخص شركه منتجه ومجله، في الاخير انا احتاج برضو سيول عشان اقدر استمر. اي فهمت علي؟ فتطوير حلقات هذا شيء ذي يعني من مصلحتي انا، يعني خلت امور تسويقيه. طيب حلو، الحين عارف ايش تفضلون، شو الاخطر على صناعه الانمي من وجهه نظر؟ الفيلر، التمطيط او التوقف؟ شو تشوف انت؟ انا اشوف صراحه الفيلر هو اخطر شيء على الانمي، انه قاعد يكرر الجمهور ويوقفهم كومبليت. يعني انك تتوقف وترجع ممكن في الفتره هذه تزداد شعبيه الانمي. يعني فتره اربع سنوات اللي توقف فيها، الجزء الاول انتشر وانباع منه دي في دي وحقق شعبيه كبيره، فتجي في الموسم الثاني لك شعبيه اكبر وتحقق شعبيه اكبر، بينما لما انت تدف فيلر شعبيه الانمي انتهت خلص. وهذا اللي صار في بليتش.
وانت يا ابراهيم شو الاخطر؟ برتبهم ترتيب الاخطر طبعا الفيلر رقم واحد، هذا اخطر شيء على الانمي. يعني لما تدخل فيلر انت تقتلني انا كمتابع للانمي هذا، وشفنا في برتو شلون صار، يعني هذا الشيء دمر كثير من متابعين برتو وانا واحد منهم صراحه. بعده يجي توقف، بعده يجي تنطيط. تنطيط هو اقلهم صراحه، يعني بالنسبه لي تنطيط يعني اوكي انا اقبل انك تمشي بالاحداث الرسميه زين وتمطط شوي، احسن انك تقعد تمشي في فيلر كامل او انك تقطع سنتين ثلاث اربع سنوات. يعني مثل الخطايا السبع اظن انظلم وبقوه في هذه النقطه، حتى جمهور الاعمال وانت بداحم. اي انا اتفق مع ماجد ان الفيلر هو اللي يقتل الانمي ويقتل المتابع. اذكر كنت اتابع بليتش وكان يعني في ارك قتال مذبحه فجاه في نص القتال، الاسبوع اللي بعده حمل حلقه شوف في بحر وطايره يعني مثلا يعني مثل ون بيس نص حرب المارين لوفي رايح قاتل النسلوبي النسلوبي ما له شيء لوفي يا اخي حلقتين فيلر بنص الحلقه اي حلقتين او اربع الى ست حلقات هذا حد الامثله. والله انا وجهه نظركم احترمها جدا، بس انا اشوف ان هذه وجهه نظر عاطفيه اكثر من كونها بروفيشنال. انا اشوف الاخطر صراحه على الصناعه مش الفيلر، الفيلر اهون عندي من التوقف لان في انميات واجد على الصناعه. احنا نتكلم عن بالنسبه لي الصناعه ممكن التوقف اكيد، لان توقف الانمي الحين هو في اعلى تقييماته بسبب وقفتك. تيجي السنة اللي بعدها أنميات واجع. مثلا أعطيك كمثال، كمثال هذا أضربه كمثال، سود أوت أونلاين يوقف لي سنة سنتين، كم أنمي طلع نفس قصة سود أوت أونلاين؟ وفي أنميات تفوخت عليه في القصة كمثال لي زيرو أوفرلود. أوفرلود الحين الحين سود أوت أونلاين وأوفرلود في نفس الموسم قاعدين ينزلون، الأضواء اللي ماخذها أوفرلود أكثر من الأضواء اللي ماخذها سود أوت أونلاين. ليش؟ لأن سود أوت أونلاين بالموسم الأول والثاني ظهر تم أكثر من سنة، سنة وسنتين وبعدين كذا. أوفرلود متواصل. النقطة هذه يعني ممكن أنا أجي أشوف أخطائك اللي طحت فيها أنت تجنبها وأطلع فكرة أفضل. إيه؟ عندك أيضا في أنميات ما ترجع، لو بعد لك شنو أنميات يعني مثلا باكي الحين، باكي اللي توه راجع ترى لو إنه راجع بعد السيزون الثاني كان قصته أقوى، أضواء أقوى من اللي صار الحين. هي كينغدوم لما وقفوا بعد السيزون الثاني المانجا حقتها كانت أرقام قياسية. الأنمي انتهى، الأنمي انتهى، مع أننا نحن وقت ما كنا نتابعه والله متقبلين الرسم عشان قصة جبارة، بس خلاص توقفت قضيت على القصة وقضيت على الرسم انتهى الموضوع. سيدي بوت فالوقفة عندي أسوأ شيء طالع من القلب هاي. أوف. فهذا راينا احنا. باقي نسمع رايكم انتم المتابعين، لان رحنا في جوله في حفل وصورنا مع المتابعين. ايه بيننا وبينكم، لان بيننا وبينكم سمعتوا رانا، خلينا نسمع راي المتابعين. تفضل الانميات الموسميه ولا الطويله؟ لا الموسميه. ما تحس ان الانمي اذا وقف سنه سنتين ثلاث سنين على ما يرجع جزء جديد يبيخ؟ اذا كان المؤلف نفس مؤلف هانتر اكس هانتر هذا شيء ثاني. في واجد ناناتو نوتايزاي وقف سنتين، اتاك اون تايتن وقف اكثر من سنه، ابو من وقف صار للحين اكثر من ثلاث سنين اربع سنين، في انميات واجد وقفت ولا ردت. لا انا مو كل انمي، ما في انميات واجد انا اتابعهم، يعني في انميات انا توني ابلش فيهم. اي واتاك تايتنز يعني لحد الحين انا منتظره، ما اتابع انميات ثانيه وايد. ليش ما تحب الانميات الطويله؟ يعلقوني بالقصه، مثلا اذا يتمون إذا وقفت حلقة عادي أنتظر سنة سنة ونص على ما تبلش الأحداث. نفس الشيء لو وقف تقعد سنتين على ما تبلش الأحداث. في أنميات ثانية فأقدر أتابع أي أنمي ثاني علشان أقدر. أيوة يعني قصدك إنك تقدر تستغل وقتك على ما ترجع الأحداث. إيه. الطويلة لأن تتعلق فيها والموسمية راح تفقد حماسك من موسم إلى موسم صراحة. يعني أحب أكثر أنمي ون بيس والثاني كينغدوم بدون منازع. أوه كينغدوم ظلمانا لما وقفوا. لا أنا كملت المانجا. بس لما وقفوا الأنمي ظلموا الناس. أكيد وهم من البداية ظالمينه كان. حتى يعني إنتاج سيزن الأول والثاني كان ضعيف جدا. أنا قريت المانجا من البداية. يعني ما شفت الأنمي كلش. أشوف لقطات بالأنمي في تحريفات وايد. شو تحب أكثر؟ الأنميات الموسمية ولا الطويلة؟ لا الطويلة. يعني أنت تفضل التمطيط على الوقفة. أوقف إيه تمطيط على الوقفة. صراحة فعلا أنا وجهة نظري هذه، إن أنا أفضل التمطيط إنك توقفني سنتين ثلاث سنين يمكنك تنسى الأنمي ما ترجع تكامله بعدين. هذا شيء حاصل يعني أكثر من مرة، أنا قعدت ثلاث أربع سنين حتى الأنمي نسيناه، أرد طالع من جديد عشان أتذكر شنو صار عقب كم من هذا، فشيء هذا مضايقني بعد. تحب الأنميات الطويلة ولا الموسمية؟
الموسمية. أنت تفضل الأنميات الموسمية على الأنميات الطويلة؟ إيه. عادي عندك الأنمي يوقف سنتين ثلاث سنين وتقعد تنتظر؟ إيه. شي صابك؟ أحبه الأنمي. يعني عندك إنه يوقف ولا يقعد يحط لك فيلرات ويمطط بك؟ إيه عندي يوقف ولا يحط فيلرات. يعني ناروتو وون بيس شوهوا السمعة. أيوة. أنت تحب الأنميات الطويلة ولا اللي كل سنة جزء؟ لا طويلة. طويلة أهم شيء لا يوقف. إيه. قل كذا لا يوقف. لا يوقف. إيه لا يوقف. بالنسبة لك شو الأفضل؟ أنميات طويلة. 24 أمية وفوق. إيه شنو اللي تحبه أكثر؟ على حسب شنو هو. الأنمي الموسمي. لا أنت كنمط أنمي. لو جيت قلت لك اختار تبي ون بيس يكون انمي موسمي كل سنه جزء بس بدون تمطيط ولا انمي طويل ما يوقف بس بالتمطيط؟ طويل وما يوقف مع تمطيط. يعني لا زالت الكافه متوازيه ما يطفشك التمطيط؟ هو يطشر بس انه هو الكاتب ذكي يحط لك مشكله 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 يحل لك اياها شلون ما تدري نفس درزرزه حاط 140 حلقه ما ادري شلون حل المشكله. اها يعني انت يعجبك التمطيط طالما انه في نهايه حلوه. اي كمان بس هو فكره الكاتب اذا فكره الكاتب حلوه التمطيط حلو. انت تفضل الانميات الموسميه ولا الانميات الطويله؟ الطويله. يعني تتحمل التمطيط والفيلر؟ اي بس ما تحمل الفراق الطويل. ايوه ما يتحمل الفراق الطويل لانك والله ممكن تطيح سمعتك ممكن يجي انمي ياخذ سوقك يمكن 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 يموتون جمهورك فزي إبو الحين ماتوا جمهوره يا رجل شيء يبنى وما رجع إبو. أنا صراحة أحب الأنميات الطويلة بس ذبحها لي ناروتو الله يهديه قتل الأنمي عندي بالنسبة للطويلة. الموسمية كنت كارهها الأمانة أربع خمس ست سنوات آخر شيء نزل لي موسم ثاني بس بوكو هيرو أبدع في الموسمية صراحة سنة شفتها سنة يعني كفت إني ما أنسى الأحداث اللي طافت وباقي متحمس من الأحداث الجاية يعني ماشي في السليم بكون هيرو وان بيس للحين اشوفه ماشي عدل متحمل التمطيط فيه وماشي زي العسل. يعني انت تتقبل التمطيط بس ما تتقبل الفيلر؟ لا الفيلر ما احب والله على حسب القصه بس افضل الانميات القصيره عشان انه ما تقعد تعذب تنطر حدث ولا هذا والتمطيط بعض الاحيان يكون يعني سيء على الانمي خصوصا على الانمي والاستوديو اكثر من ما انه ينفع الا ما ندر يعني. طيب في خطر على الموسميات يعني يجيك يوقف ما يوجع تطيح سمعته يجي انمي ياكل الجو عليه اكثر. واكبر دليل على ذلك شوف بليتش الناس تبي ومو راضي يرجع على اساس انه موسمي ومو راضي يرجع. بليتش يعتبر طويل يعني مش موسمي بس يعني فعلا طاح في خطر الوقوف ولا بعرف يرجع. بالضبط هذا هو هذا. طيب اجل وين تفضل الحين انه يستمر ولا يوقف؟ شلون على يعني اصكك فلا وتمطيط بس ما اوقف الانمي او اريحك من الفيلر والتمطيط واوقفه هالسنه يمكن ارجع السنه الجايه يمكن اللي بعدها. لا بالعكس عطني تمطيط وانمي بدل ما انك توقفه كذا. بعد ما سمعنا ارائنا واراكم انتم الحين نستنى بس اراء اللي ما كانوا حاضرين في الحفل اكتبوا لنا تحت في الكومنت في الكومنت نبي نسمع اراءكم كلها وايضا تصويت فوق ايضا شو اللي تفضلون وشنو الخطا الاكبر علامه التعجب نسمع منكم ناخذ فيدباك شيء مهم جدا بالنسبه لنا هذا شيء بيفيد طبعا مثل لما نجي ان شاء الله رحلتنا لليابان ونمر الاستديوهات هناك ونوريهم ونقول لهم شوفوا بالارقام وبالتصويت وش الافضل وش الاخطر بالنسبه لنا احنا كمتابعين عرب واهم شيء اللايكات نبي الحلقه هذه تاخذ ترند عشان نوري اليابانكم صوت قوي. واللي يبون بيننا وبينكم بخليش يسوون يجونا في افتتاحيه فيلم مازنجر في ابو ظبي الاسبوع هذا يوم الجمعه راح نصورها ان شاء الله وش بتكون الاسئله عنها الحمد راح نتكلم عن الريميك ريماستر اعاده الصنع اعاده انتاج اعاده الاحياء الانميات تفضلها ولا لا وايضا في مواضيع ثانيه راح نتكلم عنها يعني بنصور ثلاث حلقات بيننا وبينكم ننتظركم ان شاء الله في ابو ظبي. اذا عندك اقتراحات برضو حق بيننا وبينكم اكتبوا لنا تحت في الكومنت عشان ناخذها برضو ونقدر نسويها حق حلقات قادمه. بنايه اقول معي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا الاشتراك في القناه ضغط زر الاعجاب والشير ونشوفكم على خير.